السلام عليكم. اليوم جينا نهضروا شي شويه على واحد لاجوج واحد لاجوج واحد لاجوج دو لام جوج دو لام. هادي كنعبروا بها ليكار لي زيكار ما بين جوج ديال الحويجات. الا كان عندنا خصنا ان جو نعبروه شحال فيه لو جو ما بين اون بيس و اون بيس. هادي لقيناها قديمه بدا صدات يشد فيها. غادي نعاودوا لها نيتواياج ونقادوها باش تولي اوتيل هادي فيها تكون 10 د لي لام. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 د لي لام. 10 د لي لام دايرين هنايا ما بين 01 ما بين 01 يعني 1 مليمتر 1 مليمتر و 10 مليمتر يعني 10 ديزيام يعني 1 مليمتر ما بين 0.1 مليمتر تل 1 مليمتر يمكن نعبروا بها ليكال. ندوزو النيتواياج ديالها. اول حاجه غادي نديرو غادي نحلوها هاد 10 ديال لي لام. هادو غنديروهم في لود فينيغر يعني الخل الماء والخل. عندنا هنايا الخل نصو في هاد لي لام هادو غنخليهم تيتحيد منهم داك الصدا يطلق منهم داك الصدا. هادو ما بغيناش نحكوهم لان الحكان ديالهم غادي ينقص من لافالور ديالهم يعني يقدر يكون فيهم الغلط ديال لافالور من بعد. دونك غادي نخليوهم في لود فينيغر ومن بعد عاد نديرو لهم النيتواياج. من بعد ساعه لما كنا درنا هادوك لي لام في الفينيغر غادي نيتواييوهم بالشيفون. كما كتلاحظوا هادي 0.5 50 سنتيم. ناخذ واحدة أخرى. ما تستعملش كاين تحرش باش ما نضعفهمش. تغير لا فالور ديالو كنحاول غير بالشيفون باش نقرضيو العبار هو هذاك بحال هادي 70 سنتيم. هادي 90 الا كان ضروري نخليهم اكثر في الفينيغر يمكننا نخليهم اكثر في الفينيغر. الفينيغر ما كيحيدش منهم شي حاجه من غير الصدا. هادي 60
يمكن لك نتوية بليسونس. لا فيس يو ميكرو بلاستيك وهادو حنا كنجمعوهم كتجمعوهم بالترتيب 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 واحد شوية الزيت باش عاود ايفيتيو الصدى ديالهم. مائتين كلي نخدم بهم كما كتلاحظوا معنا. هذا هو الريزلتا من النوتي اللي كان ضايع ومليح، قدرنا نخدموه نعاود نقادوه. يعني هادشي ما تطلبش شي مجهود كبير ولا شي حاجه، غير يسوفي تصور سكون فو، يعني شنو بغينا وشنو بغينا نخرجوا منه، شي حاجه اللي هي اوتيل ما كاينلاش بدات تلاح. يعني ها هو الريزلتا خدام. هادا غيتزاد لي زوتي ديالنا، لي زوتي ديالنا العبارات. كنشكركم على التتبع ومرحبا بكم في لاشين ديالنا.